أنت لا تشعر بشبابك لأنك تملكه، ولن تشعر به إلا إذا فقدته، ولسوف تفقده يوم يضيع منك. ستفتقده حين يزول جمالك ويمتلئ وجهك بالغضون وأنت ما زلت تعيش هذه الحياة المزدوجة. ستفتقده حين يحفر الهم أخاديده في جبينك الجاف ويكوي الأسى بنيرانه شفتيك. أنت تفتن الدنيا أينما ذهبت الآن بنبوغك، فهل يدوم لك ذلك؟ ما رأيت عقلا قط في نبوغ عقلك يا مستر جراي. لا تعبس، فهذه حقيقة مقررة، والنبوغ لون من ألوان الجمال، بل النبوغ أحلى قدرا من الجمال، وهذه أيضا حقيقة مقررة. النهاردة كان عزا 7 من شهداء وملائكة الجنة، 7 أطفال أيتام في رحلة راحوا بلاش. واللي يغص في الموضوع بقى إن الجماعة الإرهابية اللي ارتكبت الحادث طلعت قالت أنا أهو. استنوا عندكم فاصل وهرجع لكم. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. كيف حالك يا أخي ياسر؟ الحمد لله بخير. وجودك الآن بالقاهرة أصبح خطر ولازم ترجع. أمرك يا أمير. أنا بانتظارك. رعاية الله. السلام. ليس من بين الكتب كتب أخلاقية وكتب منافية للأخلاق، فالكتب إما جميلة التأليف وإما رديئة، تلك هي خلاصة القول. كذلك البشر في لقاءاتهم، إما أنك تقابل شخصا رديء تشعر أنك قد خسرت وقتك، أو أنك تقابل شخصا جميل وتشعر وقتها أنك قد ربحت اللوترية. فقد يكون هذا الشخص هو بمثابة ورقة يا نصيب وقعت في يديك بالصدفة، ولا تعلم أن القدر هو من ساقها إليك لتكون أنت رابح اللوترية. اللوترية؟ أيوة يا سلمى، أنا لما قابلتك حسيت إن الدنيا اتغيرت، رغم إني عشت طول عمري وفاهم إن أنا مش هتجوز، لكن لما نصيب جمعنا حسيت إني كسبت اللوترية. أيوة يا آدم. أيوة يا سلمى، أنت فين؟ أنا في البيت عند بابا. دينا كلمتني وقالت إنه مقبض عليكي. لما أشوفك أبقى أفهمك. على فكرة أنا لقيت اللعبة ولقيت جواها فلاشة. عليها إيه الفلاشة دي؟ نسخة تانية من الرواية. رواية؟ طيب مسافة الثقة بقى عندك. سلام.